بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ڈیلی قرآن کلاس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید. آج انشاءاللہ تعالی سورہ علم نشرح صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس سبق کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا. تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں. سورة الانشراح مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي خالي الف کے اوپر زبر پڑھیں گے الذي انقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك وإلى ربك فارغب فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ووضعنا عنك عنك وزرك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي خالي الف کے اوپر زبر پڑھیں گے الذي انقض انقض ظهرك ظهرك الذي انقض ظهرك الذي انقض ظهرك ورفعنا ورفعنا لك ذكرك لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع ال فإن مع العسر يسرا عسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فإذا فرغت فانصب فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك وإلى ربك فارغب فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.